إذن متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم أخوتي، صباح الخير عليكم، صباحكم مبروك، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة والسلامة إن شاء الله يا رب، ونتمنى من الله عز وجل يدي علينا هذا الوباء هذا ونبدأ حياتنا من جديد ونرجعوا لحياتنا الطبيعية إن شاء الله يا رب. إذن متتبعينا، أشنو رأيكم؟ بعض الناس اللي كيبغيو يستغلوا العمل الجمعوي اللي هما ما عندهم علاقه بالعمل الجمعوي، كيبغيو يدخلوا ريوسهم بانهم راهم فاعلين جمعويين، وكيبغيو ينصبوا على الناس، كيبغيو ينصبوا على الفقراء. حنا كنعرفوا العمل الجمعوي، وكنعرفوا الناس اللي كيديروا العمل الجمعوي، كاين واحد الفئه كبيره واغلبيه ديال الناس اللي كنعرفوهم هنا في مدينه الناظور او لا خارج مدينه الناظور، الاغلبيه ديال الناس اللي كيديروا هنا العمل الجمعوي راه كيديروا العمل الجمعوي كنعرفوهم الله يجازيهم بالخير وبالاسماء بلا ما نذكروا الاسماء ديالهم، كيديروا العمل الجمعوي وحنا كنعرفوا منطقه الناظور او لا منطقه الحسيمه او لا المناطق الاخرى في المملكه، يعني كنعرفوا شي ناس، يعني الاغلبيه ديال الناس اللي كيمارسوا العمل الجمعوي راه كيمارسوه ديال بصح، وكاين اللي كيجبد من جيبو وكاين اللي كيجبد من جيبو كيمشي يتسلف ولا كيدير العمل الجمعوي باش يعاون الفقراء. تحيه كبيره لهاد الناس هادو. ولكن اخوتي المغاربه راه كاين شي وحدين اللي كيبغيو يركبوا على العمل الجمعوي، كيبغيو يمارسوا العمل الجمعوي غير فقط باش ينصبوا على الناس، غير فقط باش يديو ديال الفقراء. هذوك الناس اللي كينصبوا باسم العمل الجمعوي لا علاقه لهم بالعمل الجمعوي بتاتا. كنهضروا على البعض اللي كيبغيو يركبوا على العمل الجمعوي وما ما عندهمش علاقه بالعمل الجمعوي، وكيبغيو ينصبوا على الفقراء وكينصبوا على الناس وكينصبوا على الناس المحسنين، وهادشي راه حشومه، عيب وعار، عيب وعار هادشي هذا، لانه ما فهمش الواحد كيفكر بهذه الطريقه هذه، كيبغي ينصب على الفقراء بهذه الطريقه هذه، كيبغي يدي ديال الناس بهذه الطريقه هذه، باش لا خصني نمشي ندير العمل الجمعوي باش ننصب على الناس، باش ننصب على المحسنين، باش يثقوا فيا يعطيوا لي الفلوس ونمشي ننصب. شفنا البعض كان اللي تعتقلوا، وعندنا وبالاسماء ديالهم وبسميتو اللي تعتقل بسبب هذا الشيء هذا، كتلقى كيمشي للمستشفيات او لا كيدور كيمشي للمستشفى، كيمشيو غير المستشفيات. دابا كاين شي وحدين اللي هما لا علاقه لهم بالعمل الجمعوي، ما عندهمش علاقه بالعمل الجمعوي، كيمشيو غير المستشفيات لانه كيعرفوا الناس مرض تما، وكاين اللي محتاج عمليه، كاين اللي محتاج الدواء، كاين اللي عنده الدواء غالي خصو باش يشريه، وكيمشي كيصطاد الفريسه ديالهم تما من المستشفى، كيمشي ويبدا يدور 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 في المستشفى، يمشي اعمي شنو خصك؟ هذاك مسكين، هذوك الناس اللي مراض ولا اللي مريض اللي محتاج العمليه ولا اللي محتاج الدواء غالي، على نيته هو باغي غير الدواء وفوقاش يبرا ويمشي بحاله، الله يحسن عوانه. كيدير فيها هذاك الثقه، كيقول لها انا فاعل جمعوي او لا فاعل خير، اعمي ارى لي هذاك التحاليل، ارى لي هذاك الدواء، غادي نمشي انا نجيب لك هذا الدواء، نشري لك هذا الدواء هذا. وهذاك اللي كيدعي راسه بانه راه فاعل جمعوي، هو لا علاقه له بالعمل الجمعوي، ما كيمارس العمل الجمعوي، شنو كيدير؟ كيمشي عند المحسنين اللي كيثقوا فيه طبعا، وكيمشي كيدعي بانه راه فاعل جمعوي، هو ما راه ماشي فاعل جمعوي، كيدعي راسه بانه راه فاعل جمعوي، كيجبد ذوك الوراق كيقول ليه فلان انا عندنا شي ناس في السبيطار محتاجين هاد الدواء هذا، شحال داير. هذاك المحسن ولا هذاك فاعل خير كيجبد كيثق فيه، كيجبد شي بركه كيعطيها ليه، والاخر بانه راه كيدير فيه الثقه على اساس بانه راه فاعل جمعوي، وكيمشي عند واحد الاخر كذلك ومثله، ها هو دا واحد الحصه كبيره، وتلقى هذاك الدواء كيدير غير شي 700 ولا 800 درهم اللي غالي كاع، شراها ليه وشي الاخر دارو في الجيب. حنا هنايا متتبعينا
كنهضروا على بعض البعض، واحد الفئه اللي هي اقليه، واحد الفئه اللي هي قليله، اللي كيدعيوا بانهم راه كيمارسوا العمل الجمعوي وهما ما عندهمش علاقه بالعمل الجمعوي وما عندهم لا جمعيات لا حتى شي حاجه. حنا اللي كنعرفوه كيمارس العمل الجمعوي كتكون عنده جمعيه، كيكون عنده مكتب على حق طريقه. راه كاينين شي وحدين راه غا كيتلاو، كاينين شي وحدين راه غا كينصبوا على عباد الله، ما كيمارسوش العمل الجمعوي، ما عندهم لا جمعيه لا حتى شي حاجه. حنا كنعرفوا هنا الناس في المنطقه او في بعض المناطق في المملكه كيمارسوا عندهم كيمارسوا العمل الجمعوي وكلشي كيثق فيهم وعندهم جمعيه وعندهم مكتب وعندهم ليكيب اللي كتخرج معاهم. ماشي غتجي غيجي شخص واحد ما عنده جمعيه ما عنده حتى شي حاجه وكيدعي براسو بانه راه كيمارس العمل الجمعوي. لا 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 لا، احنا هنا كنعرفوهم اللي كيمارس العمل الجمعوي، راه كنعرفوهم وعندنا بالاسماء، راهم عندنا بالاسماء والله يجازيهم بخير والله يكثر خيرهم. كيديروا العمل الجمعوي، عندهم الجمعيه ديالهم وعندهم مكتب وعندهم ليكيب ديالهم، كيخرجوا فاش كيبغيو يديروا شي عمل خيري، كيمشيو للمستشفى ام لا كيمشيو للبوادي او لا، يعني كنشوفوهم كيخرجوا ايكيب كتخرج كامله، ايكيب كتخرج كامله كتمشي وكيصوروا داك الشيء. بانه حيت كاينين بعض المحسنين كيفرضوا على بعض الجمعيات بانهم لما باش هذيك البركه اللي غادي يعطيوها لديك الجمعيه باش يمشي يعطيوها لديك السيده او لديك السيد اللي محتاج، كيفرضوا عليهم كيقول لهم خصكم تصوروا لنا هذاك المبلغ اللي غنعطي لكم او ديك المساعده اللي غنعطيو لكم تصوروه لنا، بانه راه فعلا راه وصلات، باش مره اخرى يثقوا فيهم، باش مره اخرى يعاونوا ديك الجمعيه. ولكن كاينين شي وحدين ما عندهمش الجمعيات وما عندهمش مكتب وما كيمارسوا العمل الجمعوي غير بعشوائيه. واش عمركم شي واحد شفتوا شي واحد اخوتي المغاربه كيمارس العمل الجمعوي بالعشوائيه؟ حنا كنعرفوا العمل الجمعوي واحدين عنده جمعيه او رئيس جمعيه او لا شنو، كيمشي عند الناس ديال السلطات كيخبرهم بانني غندير جمع العام وغادي ندير جمعيه الى اخره، والا كيجي العون ديال السلطه كيحضر في العمل الجمعوي كيحضر طبعا في الجمع العام، وطبعا وكتمشي لا ليست عند السلطات عند الباشا او لا عند القايد، وكيشوفوا هذوك الاسماء اللي معاه في المكتب. هذاك الساعه كتعتلي واس الاداء انا ذاك عنده جمعيه معترف بها. ولكن انت كتجي كتشكل مكتب وكتبدا تبدل دير كلشي من راسك، ما كتخبر لا السلطات وما عندك لا واس الاداء لا حتى شي حاجه، وكتقول بانه الناس انا كنمارس العمل الجمعوي، راه هذا ماشي عمل جمعوي، هذه عشوائيه، هذه السيبه. والله العظيم اخوتي المغاربه الا كاينين شي وحدين الله يهديهم، شي وحدين لواحد الفئه اللي هي اقليه يدخل القهوه او لا يمشي لدارو يجيب 8 7 ديال الناس يعرض عليهم يقول لهم راه بغينا نديروا الجمعيه، انت فلان امين المال، انت فلان كاتب العام، انت فلان النائب المال، انت فلان نائب، انت فلان، يعني لا 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 العشوائيه هذه. يعني باش خصك دير جمعيه يعني وتمارس العمل الجمعوي وتمارس العمل الخير ودير جمعيه، راه خص تكون جمعيه قانونيه ومعترف بها من طرف الناس ديال السلطات. كندير جمع العام خصني نمشي نخبر ندير الاخبار الناس ديال السلطات ونقول لهم راه غندير الجمع العام، وكدير الاخبار والناس ديال السلطات كتخبرهم بانك فين غدير الجمع العام، وكيصيفطوا لك العون ديال السلطه وكيحضر حتى هو كيكون مراقب ويعني كيحضر في الجمع العام والى غير ذلك. ولما كدير الجمع العام راه كتمشي عند السلطات باش يعطيوك وصل الايداع، وانا ذاك اللي عطاوك وصل الايداع انا ذاك عندك مسائل قانونيه كتمارس العمل الجمعوي بصفه قانونيه. ولكن شي وحدين اخوتي المغاربه كيجي كيطلع للدار ولا كيديهم للقهوه بان دار الجمع العام راسو ودار شكل كل شيء داروا راسو دار كيساهموا في الفوضى، وكيمشي عند الناس كينصب عليهم كيقول لهم انا عندي جمعيه انا فاعل خير، واش محتاجين شي دواء، واش محتاجين شي معاونه، واش هادي واش هادي. هو لا علاقه له بالعمل الجمعوي وما عندوش جمعيه وما بينه وبين العمل الجمعوي غير الخير والاحسان. حشومه 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 هادشي هذا.
إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تيفي، إلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.